السلام عليكم. موعد عيد الأضحى لعام 2022 وباقي كام يوم على أول أيام عيد الأضحى المبارك. أتمنى في البداية ما تنسوش دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة وما تنسوش تفعيل الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا القناة لأول مرة أتمنى عمل جولة سريعة على محتوى القناة بإذن الله ستنال إعجابكم. عيد الأضحى هو واحد من أهم الأعياد المهمة لدى الأمة الإسلامية، وهو يوافق يوم العاشر من ذي الحجة بعد انتهاء وقفة عرفات الذي يقف فيها الحجاج المسلمين لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 من ذي الحجة لعام 1443. يعتبر هذا العيد أيضا ذكرى لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام الذي أراد التضحية بابنه إسماعيل تلبية لأمر الله تعالى. لذا يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله عز وجل بالتضحية بأحد الأغنام سواء خراف أو إبل أو بقر، وتوزيع لحمها على الفقراء وأهل البيت والأقارب، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم. يبحث الأمة الإسلامية في شتى أنحاء العالم عن موعد الأول من عيد الأضحى لعام 2022 من أجل ادخار مبلغ مالي لشراء اللحوم أو الاستعداد لتربية الخراف والأغنام من الأسواق في المنزل قبل ارتفاع أسعارها، إذ يعرف عيد الأضحى بعيد اللحمة ويقصد فيه تناول اللحوم وعمل الفتة والوجبات الدسمة. كما يبحث أيضا البعض عن موعد عيد الأضحى من أجل معرفة الأجازات الرسمية. إليكم الآن موعد عيد الأضحى لعام 2022. سيوافق بإذن الله تعالى يوم 9 من يوليو لعام 2022. باقي كام يوم على عيد الأضحى؟ باقي بإذن الله تعالى 66 يوم و11 ساعة و16 دقيقة و37 ثانية. كل سنة وانتم طيبين، انتظرونا بإذن الله بكل ما هو جديد، ونتمنى منكم لا تنسوا دعمكم لنا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.